ولكن اسمعونا، تعالوا ناخد اول اتصال النهارده من استاذ صبحي من الاليوبيه. استاذ صبحي. ايوه يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ صبحي. بعد اذن حضرتك، انا عندي 62 سنه. يعني لسه شاب. لسه شاب. تعرضت لازمه قلبيه. طيب. من 20 يوم. على اثرها دخلت مستشفى وعملت قسطره قلبيه ورتبت دعامات. ربنا يجمع لك بين تمام الاجر والعافيه يا رب. الله يخليك. فالدكاتره منعوني من الصيام نهائيا وعلاج لمده سنه. طيب يبقى احنا دلوقتي الدكاتره قالوا مش هتصوم تاني خالص يا حاج صبحي. هو قال لي ما تصومش خالص، يعني السنه دي ما تصومش. مش عارف بقى يعني. لا معلش، انا احتاج ان احنا نسال الدكتور هل هصوم تاني خالص غير السنه دي ولا لا يا حاج صبحي. هو قال لي ما تصومش لمده يعني قدامك سنه عدم صيام ومفيش وعلاج لمده سنه. طيب ماشي، كمل سؤالك وبعدين ابقى اخد منك استفسار واحد يا حاج صبحي. انا دلوقتي يعني هينفع لي تعويض في خلال السنه دي او السنه كلها علاج؟ ما عشان كده كان السؤال يا حاج صبحي، لازم ترجع للدكتور تاني وتساله هل انا بعد كده بعد السنه، بعد سنه العلاج ربنا يديك الصحه يا رب ويجمع لك بين تمام الاجر والعافيه، بعد السنه دي هقدر اصوم تاني ولا مش هصوم تاني خالص؟ قول لي بصراحه عشان دي متعلق بيها. الحل في الحالتين يا دكتور. هقول لحضرتك، اذا كان الدكتور قال لك مش هتصوم تاني خالص، هتطلع فديه 30 جنيه. الفديه قيمتها 30 جنيه عن اليوم الواحد. خلاص؟ طيب لو قال لك لا هتقدر تصوم. يبقى انت ببساطه خالص بعد ما تخلص سنه العلاج عوض اللي فاتك ده وما عليكش فدية. يعني بعد سنة العلاج دي افرض عليك رمضان كامل وبقى عليك رمضان تاني، هتصوموا اتنين وخميس وهتخلصهم، هتخلص دول في السنة اللي بعدها على طول. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى انت لو الدكتور قالك مش هتصوم تاني خالص هتطلع فدية عن كل يوم 30 جنيه. طيب لو انك انت لأ، انت الدكتور قال لك انت بس السنه دي مش هتقدر تصوم عشان مساله الدعامه والقسطره، خلاص يبقى السنه دي مش هنطلع فديه ولا هنعوض، وبعد ما الدكتور ياذن لنا بالصيام هنعوض الصيام اللي فات.